مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة المسائية للأخبار. تتواصل عملية إجلاء التونسيين العالقين بأوكرانيا في ظل احتدام الوضع هناك، في وقت دعا فيه رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي السلطة التونسية بضرورة التحرك العاجل لمساعدة التونسيين المتواجدين بأوكرانيا والذين يعيشون حالة من الذعر والعاجزين عن توفير مستحقات نقلهم بالحافلات إلى الحدود الرومانية التي تضاعفت كلفتها. حوالي 500 طالب ومقيم وصلوا الحدود الرومانية اليوم، هذا ما أكده محمد أمين المثلوثي عضو خلية الأزمة بكييف ظهر اليوم. عملية الإجلاء تمت بعد أن تم تأمين الطرق وبالتنسيق مع السلطة الأوكرانية والصليب الأحمر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عندنا 250 شخص مع 8 سيارات، يعني أكثر من 280 شخص خرجوا من مدينة دنيبر البارح، وفما حافلة في الوقت هذا قاعدة فهمتني كيفاش تركب في الناس من دنيبروبيتروفسكي الآخر ناس اللي موجودة في دنيبروبيتروفسكي، يعني ما بين أوديسا وخاركوف ومدن أخرى ما يقارب 500 طالب ومقيم. من وصلت المجر هاكا الماكلة حاصيله ونصف تستنى لهنا وغادي زاد حتى من الماكلة في الشامبر هذيك كنشوفوا فيها، وإن شاء الله ربي يسهل وقتها. سينو انا وصلت حاصيل ونستناو فيهم يعمروا لنا اوراقنا كلاجئين جينا لهنا. وفيما بلغ بعض التونسيين الحدود الرومانية، تتواصل عملية تجميع تونسيين اخرين من مدينة اوديسا اكبر المدن الاوكرانية. في اوديسا طلعوا معناتها كما قلت البارح طلعوا اكثر من 90%، ومازلنا قاعدين نخرجوا في الناس اللي هم يكونوا فرديين في المدن الفردية. بشوية نجمنا نقولهم حلول لأنهم ما همش في مدن ذات أغلبية. ومن جهته وجه رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي نداء استغاثة لرئاسة الجمهورية التونسية للتدخل العاجل من أجل إنقاذ 150 تونسيا محاصرا في أوكرانيا تحت القصف ودون أي مأوى، وأن عدد الحافلات المخصصة لنقلهم في تراجع، ومن الوارد جدا أن تصبح منعدمة تماما خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأنها أصبحت مستهدفة بالقصف. وينضم إلينا عبر الهاتف ناظم البحري أستاذ جامعي مقيم بمدينة دنيبرو بأوكرانيا. أهلا بك أستاذ البحري. إذن مدى تقدم عملية إجلاء الطلبة الذين وصلوا إلى الحدود، وماذا عمن ما زالوا يتواجدون حاليا في الملاجئ وربما فقدوا الاتصال بكم؟ الحمد لله احنا اليوم على الساعة 1:30 وصلنا إلى منطقة نقطة العبور الحدود الأوكرانية الرومانية، بحوالي 260 طالب تونسي يكونوا مروا أو في الصف فقط في نقطة العبور، معناها مش صف طويل. من الجهة الثانية نتاع رومانيا استقبلتهم مسؤولين السفارة التونسية في رومانيا. عدد كبير، معناها نصور من نص تو على الأقل وصل مر، معناها ما كانش الرحلة معناها حتى السلطات الأوكرانية ساعدتنا كثير الوصول لنقطة العبور. كنا نمشي ونشاهدوا في صف نتاع 15 كيلومتر سيارات، وحق القافلة نتاعنا عدوها إلى آخر نقطة حوالي كيلومتر أو كيلومتر ونص من نقطة العبور وحملوها على ساقهم. هذا بالنسبة للفوج الأول اللي خرج أمس. آخر التوانسة من مدينة دنيبرو اليوم الراغبين في السفر أمنا لهم حافلة قاعدة كانت تستنى فيها من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 11:30. عملنا عدة نداءات، تقريبا الناس الكل خرجت، 42 طالب متوجهين الآن في الحافلة، يكونوا تجاوزوا أكثر من نصف الطريق إن شاء الله في الاتجاه زاد إلى معبر بين حدودي لأوكرانيا ورومانيا. نعم، الخطوة الموالية أستاذ ناظم البحري وهي عملية الإجلاء إلى تونس، هل لديكم ربما فكرة عن ما ستكون، يعني متى ستكون عملية الإجلاء؟ صراحة الوقت ما عملية الإجلاء بالطائرات ما نعرفش، لكن نعرف أن تم ياخذوا فيهم من النقطة الحدودية إلى مدينة بوخارست، وانا متاكد بكل ثقه انه الاخوان في السفاره عاملين كل مجهود نتاعهم باش يقلعوهم في اقرب وقت،
زاد لانه اعداد كيماويه صعب تبقينها في رومانيا. انا حاب نقول انه النقطه الثانيه الاهم تكون احنا اجينا عدد الاكبر ان شاء الله نقول العدد الاكبر من الطلبه اخوان اليوم متواجدين في دنيبرو وفي اوديسا. قعدوا اخواننا عندنا اخواننا نداء من عندي ما تصلش علينا كثير اخواننا في خاركوف واخواننا في كييف اليوم عدد ليس ثاني بما الطلبه اللي مع الاسف من نظرا للظروف كان فايد برشا رجاء منهم مع بالحافلات. فان شاء الله فيما بوادي الهدنه اليوم اعلنت ان شاء الله نتغلب الفرصه هذه في الايام القادمه سريعا. هل انت على اتصال معهم استاذ ناصر؟ احتياطا لتطور الاوضاع. هل انت على اتصال معهم؟ باتصال معهم قدر الامكان لانه كنت في معناها تامين المهمه هذه لحوالي 300 طالب معناها كانت مستاهله. فبالطبيعه كنت مشغول شويه فقط على الاقل نحاول كنت نستقبل التليفونات ونصحهم مثلا لانه كان فما عمليه الجاء للدولة عامله حافلات سامحني قطارات مجانيه من كل المدن الى المناطق الغربيه لاوكرانيا. هي قطارات مجانيه للدوله الاوكرانيه تقريبا كل مدينه ثم ثلاثة أربعة قطارات في اليوم. ثم طلب الوصول عن طريق قطارات مزيكا لكن شويه صعوبات على نقاط الحدود الحدوديه خاصه حدوديه لبولونيا لانه يعني العدد مهول. حتى اللي جاي بالسيارات نتاعو ثم صف لطول 30 و40 كيلو متر صف. نعم. لقدوم دخول النقاط الحدوديه. نعم نظم البحري أستاذ جامعي مقيم بمدينة دنيبرو بأوكرانيا شكرا جزيلا لك وسنكون في متابعة دائمة لعملية إجلاء التونسيين بأوكرانيا. فرضت إذن روسيا اليوم حظر استخدام مجالها الجوي على شركات طيران من 36 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وذلك في خطوة تأتي ردا على عقوبات شاملة تستهدف قطاع الطيران الروسي. يأتي ذلك في وقت أعلنت خلاله وزارة الخارجية الروسية اليوم بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجانب الأوكراني ذلك. التواجد الروسي على الأراضي الأوكرانية دخل يومه الخامس في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية وقد تزامن هذا مع وصول وفد أوكراني إلى الحدود مع بيلاروسيا اليوم لإجراء محادثات مع ممثلين روس تصب في مصلحة الجارتين حسب تصريح للمفاوض الروسي فلاديمير بيدنسكي الذي أكد أنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات اليوم على الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي. وفي تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم أظهر أن فريقا مختصا بمتابعة حقوق الإنسان أكد وقوع 376 إصابة بين المدنيين في أوكرانيا و94 حالة وفاة وذلك بعد اشتباكات على مدار ثلاثة أيام. وقال التقرير إن القتال في أوكرانيا تسبب في عواقب إنسانية قاسية وإن من الممكن أن يكون عدد الإصابات أكبر بكثير. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم أن تقدم القوات الروسية صوب كييف تباطأ بسبب الإخفاقات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية الشرسة. وقالت الوزارة إن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا شمال كييف وقد تباطأ تقدمها بسبب القوات الأوكرانية التي تدافع عن مطار هوستوميل وهو هدف روسي رئيسي منذ اليوم الأول من الصراع. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي نشر على تويتر أن القتال العنيف مستمر حول تشيرنهيف وهي مدينة في شمال أوكرانيا ومدينة خاركيف الشمالية الشرقية وأضافت أن المدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية. وفي تسجيل فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ناشد الرئيس الأوكراني الجنود الروس قائلا أنقذوا أرواحكم وارحلوا كما أعلن عن مقتل 16 طفلا وإصابة 45 بجروح في الأيام الأربعة الماضية. وأضاف أيضا أن 4500 جندي روسي قتلوا حتى الآن. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدتين جنوب شرق أوكرانيا وكذلك المنطقة المحيطة بمحطة زابوريزيا للطاقة النووية.
الحرب الروسية الأوكرانية خلفت ردود فعل متباينة، أكد مجلس جامعة الدول العربية اليوم بالقاهرة تأييده كافة الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس، وانطلقت موسكو وكييف في لقاء تفاوضي على الحدود الأوكرانية البيلاروسية لإجراء أول محادثة بين الجانبين منذ بدء الحرب الخميس الماضي، محادثات أعلنت الرئاسة الأوكرانية بقبولها دون شروط مسبقة بعد تعهد رئيس بيلاروسيا بالحفاظ على سلامة الوفد الأوكراني وبعدم تحريك الطائرات الحربية أو القوة العسكرية من بيلاروسيا حتى عودة الوفد الأوكراني سالما إلى أراضيه. في المقابل لا تتوقف القوى الدولية في إبراز مواقفها الرافضة للحرب وتجديد الغرب لهجته ومواقفه مدعومة بعقوباته ضد روسيا وبزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا. البيت الأبيض تحدث في السياق عن اجتماع مرتقب عبر الهاتف للرئيس الأمريكي جو بايدن مع من سمتهم بالحلفاء وشركاء لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا وتنسيق ما سمي بالرد الموحد. جامعة الدول العربية وخلال الاجتماع الطارئ لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في أوكرانيا ذكرت أن الأمانة العامة تتابع بقلق كبير التطورات المتلاحقة في أوكرانيا وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة. أما الخارجية الصينية فقد أعلنت أن فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل دول منفصلة قد يعقد عملية التسوية السياسية في أوكرانيا، مضيفة دعوة الصين لكل الأطراف بالعودة بأسرع وقت ممكن إلى المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته في الجزء رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أكد أن على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بأسره تتحقق بتضافر كل الجهود، مشددا على أهمية العمل على الحفاظ على جميع حقوق الإنسان من الجيل الأول إلى الجيل الثالث. وبخصوص التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في تونس يوم الخامس والعشرين من جويليا الماضي، أكد رئيس الدولة أنه تم اتخاذها وفقا للدستور للحفاظ على الحقوق والحريات وأن كل الحريات مضمونة، مشددا على السعي إلى إرساء دولة القانون ومجتمع القانون في تونس. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على العمل من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان في أي منطقة من مناطق العالم على قدم المساواة. ولا يمكن أن نحقق هذه الأجيال المتعاقبة لحقوق الإنسان إلا إذا كنا مجتمعين على المبادئ ومجمعين على القيم التي يتقاسمها العالم جميعا. الحريات كلها مضمونة بنص الدستور وبالحقوق الدولية التي صادقت عليها تونس. نحن نسعى في تونس إلى تحقيق دولة القانون، بل أكثر من دولة القانون، مجتمع القانون، لأنه لا فائدة في النصوص إذا كانت قصور العدالة قصورا يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة. على أثر اكتشاف اختفاء 38 ملف شيكات من دائرة القضاء الفردي، تولى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إجراء الأبحاث وإصدار التسخير اللازمة التي أدت إلى جمع جملة من القرائن والأدلة ضد الكاتب بهذه المحكمة والذي تحوم حوله الشبهة. وبمواجهة هذا الشخص اعترف باستيلائه على 38 ملفا تخص أحد المتهمين نظير وعده بتمكينه من مبلغ مالي أخفاه بمنزل لأحد أصدقائه، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس أنويري. وقد أذنت النيابة العمومية بإيداع الشخصين المعنيين السجن. كما داهمت الفرقة المذكورة بمشاركة فرقة الأبحاث والتفتيش بمنوبة منزلا بشهادة دوار هيشر، وحجزت داخله ملفات خاصة بقضية الحال، وحجزت سيارة دون لوحات منجمية، وألقت القبض على صاحب المنزل رفقة 3 أشخاص آخرين، وتم الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص بعد استشارة النيابة العمومية.
بداية من يوم غد غرة مارس يتم الانطلاق في تطبيق إجراءات التخفيف من القيود الصحية الخاصة حسب ما أعلنه وزير الصحة في نشراتنا السابقة، حيث أكد أن الوضع الوبائي أصبح مطمئنا لكن مع ضرورة مواصلة الإقبال على التلقيح ولبس الكمامات. وفي ولاية باجة تم اليوم تنظيم أيام مفتوحة للتلقيح بمقر المحكمة الابتدائية لمكافحة فيروس كورونا. في إطار دعم المجهود الوطني للتوقي من فيروس كورونا المستجد وبغاية مزيد الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ودعمها، انطلقت بالمحكمة الابتدائية بباجة الأيام المفتوحة للتلقيح بتنظيم من الإدارة الجهوية للعدل بباجة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة. عملناها باش حتى ألي ما منجيش يمشي للسنتر دو فاكسيناسيون كل يجي بحدنا احنا اسهل اللي يجي عنده قضية ولا حاجة يدخل طول يعمل التلقيح نتاعو. قاعد التلقيح ظهر بالقداء اللي حتى كي تمرض تجيك خفيفة بالقداء وما معناتها ما تقلقش ما توصلش لوسبيتاليزاسيون. هذه هي الأيام الثالثة عملنا قبل مرتين، ويعني شهدت نجاح مكثف بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة. باش نعظموا المجهود وباش ما نستكملوا على الأقل ما البقية المزلت بالنسبة للموظفين والكتب الأهمية كون منا غطينا بريسك منا كامل الكتب. حملة تحسيسية سبقت انطلاقة هذه الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف التي عرفت إقبالا من كل من الإطار القضائي والإداري وكافة مكونات الأسرة القضائية الموسعة، إلى جانب عموم المواطنين من المتقاضين بالنظر لحالة الاكتظاظ التي تعرفها المحاكم. المحاكم كما تعرفوا هي مكان يجتمع فيه عديد من الناس، والوافدين على المحاكم كل يوم يقدروا بالمئات معناه، وهذه فرصة معناه بالحق فرصة تمكن عدد كبير من المواطنين اللي ما توفرت لهمش في تلقي التلقيح انه يكون متواجدين في المحكمه ويتلقاو التلقيح. يلقى على بلاصته ويقعد يخدم على روحه حتى نفسيا يبدا مرتاح، ما يخافش من الاكتظاظ، ما يخاف من حتى شيء. التقيد باجراءات الوقائيه الاساسيه من ارتداء الكمامه وتهويئه الفضاءات المغلقه الى جانب مواصله عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 مسائل ضروريه من اجل الحفاظ على سلامه الجميع داخل المحاكم بمختلف جهات البلاد. كما انطلقت اليوم حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في عدد من المحاكم بالقصرين وتالا وسبيتلا بتنظيم من الإدارة الجهوية للعدل وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين. الحملة التي تتواصل على مدى 3 أيام تهدف إلى دعم المجهود الوطني للتلقيح ومزيد التوقي من مخاطر فيروس كورونا. الحملة هي مش الأولى وليست الأخيرة، باعتبار أن الحملة دي تعتبر امتداد لعدة حملات تمت على مستوى شهر المحكمة على مستوى ولاية الجمهورية، وكان فيه عمل خاص بتعقيم المحاكم خاص بالتنظيف والصيانة وإلى جانب التلقيح. سعيا إلى تقريب الخدمات الصحية لأهالي مدينة نفطة من ولاية توزر، نظمت جمعية البحث والتكوين العلمي لإطارات الصحة بمعهد القصاب بالعاصمة وبالتعاون مع جمعية صحة حياتي قافلة صحية ضمت عددا من أطباء الاختصاص. في المدرسة الابتدائية بشارع الحبيب بورقيبة بنفطة، أين توافد مئات من المواطنين على القافلة الصحية التي انتظمت بمبادرة من جمعية القصاب للبحث والتكوين الإطارات الصحية بالتعاون مع جمعية صحة حياتي، ضمت عديد الاختصاصات منها طب العظام والنساء والتوليد وطب التغذية. نقوم بقافلة اجتماعية، كذلك نقوم بقافلة صحية في عديد الاختصاصات من الأطباء، نمشي بقى خاصة المناطق الداخلية اللي هي تنقصت بالاختصاص. هذه قافلة صحية تطوعية إن شاء الله، فهمتني؟ عطاونا دي دون برشا عبيد وبرشا مؤسسات وبرشا صيدليات، وهذايا من المجتمع المدني. قافلة صحية الهدف منها دعم طب الاختصاص بالمناطق الداخلية وتقريب الخدمات الصحية للمواطن. باش نحاولوا إن شاء الله هذه شراكة مع جمعية القصاب، عندنا اليوم بعض الاختصاصات وباش نواصلوا إن شاء الله في الشراكة هذه، باش نحاولوا ننظموا في كل مرة قافلة صحية، والقافلة الصحية هذه باش تشمل كل الاختصاصات إن شاء الله، كان
باش نجيبوا الاختصاصات ان شاء الله اللي ماهيش موجوده لهنا واللي الدوله عازه ان شاء الله باش توفرها. ان شاء الله اخويا احنا نقربوها من المواطنين ويلقوا حلول سهله معناها للتواصل مع اطباء الاختصاص. احنا تو الخدمات الاوليه نعطيهم الدويات باش نشوفوهم نشوفوا شنو عندهم شنو ما عندهمش، خاطر مكثر المرضى اللي يجيونا ما عندهمش تصاور. نحن طبه العظام راهو نتعاملوا نشوفوا المريض ونعطيوها تصاور بعد نقرروا عمليه ولا لا. نحن نعطيو المرضى هنا ناخذوا الخدمات الاوليه نعطيهم شنو يستحقوا، والمرضى يستحقوا متابعه ناخذوا نمروهم ونكلموهم نتصلوا بهم يجيو نكملوا نتبعوا معاهم في القصاب. فهمت؟ الوافدون على هذه القافله عبروا عن امتعاضهم لنقص الخدمات الصحيه وافتقار مدينه نفطه وباقي الوحدات الصحيه بالولايه لطب الاختصاص ونقص المعدات اللوجستيه. نقص في الطبيب الجلدي، ما عندناش سكانير، ما عندناش لوريان، كل حاجه يبعثوا لنا لطوزر، حتى كي نمشوا لطوزر كان معناها بجواب بواسطه بحاجه، مع ان سبيطارنا ناقص برشي، كان كي تمشي لطوزر ولا تمشي للطبيب الخاص، الطبيب الخاص ما عندناش امكانيات. ما في حد شيء، لا ما حد تصوير تجي تصور، يقول لك مكسر، تمشي لطوزر، تشد الصف باش تعرف ولاية، معناها كل شيء لا سكانير، لا ما ثم حد شيء، كان دم وسكر. هذاك حتى كتبيص قصرك الدم وسوك اكثر من هذا ما عندهمش. القافله الصحيه تندرج ضمن برنامج التغطيه الصحيه الشامله 30 و2000، مكنت عديد الوافدين من عيادات مجانيه وحصولهم على مستحقاتهم من الادويه المطلوبه، وكشفت في نفس الوقت مدى حاجه هذه المناطق الى تطوير المنظومه الصحيه بجهه الجريد. اختتمت اليوم أشغال برنامج التعاون الفني التونسي الألماني التي تواصلت لأكثر من 4 سنوات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف هذا البرنامج إلى أحداث جملة من مشاريع العمل التي تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والإحاطة بفاقدي الشغل. بعد أشغال امتدت لأكثر من 4 سنوات وكبها العديد من منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف جهات البلاد، خلص برنامج التعاون التونسي الألماني إلى أحداث جملة من المشاريع التي تطور آليات العمل في منظومة الحماية الاجتماعية وتساعد الفئات الهشة على التمتع بحقوقها الاجتماعية. وقد تم في هذا السياق أولا أحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل كآلية تضمن التعويض لفاقدي الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة غلق فجئي لمؤسسة. في العقد الاجتماعي الممضى سنة 2013 بين الحكومة والأطراف الاجتماعية تم الاتفاق على أحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل، وتم ضمن هذه النقطة التنصيص على أنه التمويل سوف يكون ثلاثي بالتساوي بين المشغل والأجير وبدعم مالي من ميزانية الدولة. كما خلص برنامج التعاون الفني التونسي الألماني إلى إرساء منظومة معلوماتية بالوزارة تمكن من تطوير آليات التواصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظورها. تم إنجاز مصنف لتشريع الشغل، تم تجميع النصوص القانونية الكل في مصنف نسخة ورقية ونسخة إلكترونية، وهذه من شأنها أنها تعمل على إرساء ثقافة قانونية للشركاء والأطراف الفاعلة في مجال العلاقات الشغلية الكل. كذلك تم العمل ومعناتها ضبط برنامج لرقمنة جهاز تفقد الشغل. ولإنجاح هذا المشروع الممول من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أشرفت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على مختلف مراحل إعداده. بمقتضى هذه الشراكة لقد نجحنا في إرساء 3 محاور أساسية، المحور الأول لتحسين القدرة التشغيلية في تونس، ثم محور ثاني يضمن الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، وآخر المحاور هو إحداث ذلك الصندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل. وخلال إشرافه على اختتام برنامج التعاون الفني التونسي الألماني، أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حرص الوزارة على تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع حتى تتمكن من رفع التحديات المطروحة، مشيرا إلى أن مشروع التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل الحوار الاجتماعي يعد من أهم مشاريع التعاون الثنائي التونسي الألماني في المجال الاجتماعي. استنفت أشغال المنطقة السقوية لدويس بمعتمدية بوحجلة بعد تعطيلات عرفها المشروع، وقد استبشر بعض الفلاحين فيما احتج آخرون لعدم إدراجهم في قائمة المنتفعين. بعد تعطيلات ماراثونية مر بها المشروع،
استؤنفت أشغال المنطقة الصخوية لدواز بمعتمدية بحجلة، وقد استبشر بعض الفلاحين، فيما احتج آخرون لعدم إدراجهم في قائمة المنتفعين. بالفعل 60 فلاح مش يسقوا عليه، يرجع كنا نزرع في الدخان، كنا نزرع في الفلفل، كنا نزرع في الطماطم، اليوم من فضل ربي ورجع لنا رجعت لنا المنطقة السقوية، احنا فرحة ولا تعود زاد. المنطقة السقوية محددة ديكوريتي، معناها ما ينجمش حتى واحد ينجم معناها يبدلهم الحدود نتاعها إلا بأمر رئاسي. تعد على برشا لجان انت وخارج المنطقه السقيه باش ياخذوا معنا برنات، في حاله وحيده اللي هم جمعيه تنجم تعطيهم واستغلال ظرفي، معناها كي ترى جمعيه اللي عندها موارد مائيه كافيه وترى من الصالح انه باش تعطي للعباد هذوما. السنتاج جاي في ارضنا، فهمني، الدهك والعفس وكل شيء في ارضنا، وثم زيتونه مش تتقلع باش يعملوا الصور باش يحفظوا الوه. هكر العريبيه ماشي 6 كيلومتر ونحن ماشي 500 متر. السقوية القديمة من ولد اللي ملي تنشا السنتاج هذا وني موجود في المنطقة. تو في الدراسة هذه اللي عملوها جديدة جيت لقيت روحي لبرا خارج منها. ما عملوا ليش حتى شيء من هنا جبدوها أنا بعيد عليا ياسر، وهذا من هنا قطعوه قبل الكياس وعطوه الناس أخرى. المندوب الجهوي للفلاحة يعتبر أن المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة، كما بين أن توسعة المنطقة السقوية غير ممكن في الوقت الحاضر. بالنسبة للمنطقة السقوية لدواز اللي تندرج في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة، تمت إعطاء الإذن انطلاق الأشغال في 21 ديسمبر 2021 مدة تعاقدية 240 يوم، إن شاء الله من هنا لأوت 2023 تكون المنطقة حيز الاستغلال. قيمة المشروع في حدود 1.245 مليار، اللي خارج المنطقة السقوية ولم يقع إدراجه من ضمن الدراسة يصعب الوقت الحاضر باش ناخذوه مع الاعتبار. وتشمل المنطقة السقوية مساحة 140 هكتارا وينتفع بها 66 فلاحا. ونختم نشرتنا من مرتفعات مكثر من ولاية سليان، التي اكتست اليوم تزامنا مع بداية فصل الربيع اكتست حلة بيضاء بتساقط كميات من الثلوج أضفت مسحة جمالية عليها، وفيما لم تؤثر تلك الثلوج في نسق الحياة اليومي تجندت مصالح الحماية المدنية استعدادا لأي تطورات طارئة. رداء أبيض غطى مرتفعات معتمدية مكثر هذا الصباح إثر تساقط كميات من الثلوج لم تؤثر بشكل كبير على نسق الحياة بالجهة، خاصة وأنها تأتي بعد فترة الجفاف التي شهدتها بلادنا. معنا الطقس نتاعنا تو مستقر شوي ودرجة الحرارة مرتفعة، هذاك اللي ساهم في عملية معناها عدم تراكم الثلوج بالطريقة الوطنية رقم 4 وطرقات اللي حكينا عليها، مع جفاف الأرض معناها اللي قامت بعملية امتصاص كمية كبيرة من الثلوج. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية سليانة أكدت وضع مختلف الإمكانيات المادية والبشرية للتدخل عند الحاجة، وخاصة بالمناطق التي عادة ما تشكل نقاط سوداء. بطبيعتنا اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث معناها منعقدة من ليلة البارح، تجهيزية اللي عندنا معناها مبدئين وسائل تدخل أولي انطلاق مبدئي، فرع تجهيز مكثر معنا عنده آلة زرع ثل، زرع ثل ملح وآلة كيسحة تراكس سموها هنا. احنا معداتنا بطبيعتنا حاضرة في كل وقت، قمنا بعملية معناها تمشيط طرقات طريق الوطنية رقم 4 على 12 في اتجاه معناها القروين وفي اتجاه السرس. من جهة أخرى دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث السكان ومستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر مع تواصل هذه التقلبات الجوية. إذن ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.